السلام عليكم. هاي جايزات، وحشتوني ايه؟ وحشتوني. بص، عشان انا ضميري وحش من الاخر، انا بجيبلك على بلاطه يعني عشان نعرف نتعامل مع بعض. انت عايز ايه بقى؟ كنت عايزة اسألكم بليز لو تعرفوا مكان بتاعهم حلوة. والله الاماكن كتير يعني، وكل مكان على قد سعره. ايه؟ ايه اللي حلوه؟ بتاعهم حلوة هي مش عيب بتظهم دي، وما يكونوش بياخدوا عربونة او بالتسقيط. مش دي المشكله. المشكله اللي هي تبقى حلوه طازه مش بايته، هي مش عيب بتظهم دي. قبل كده اشتريت اوفر حلو قوي قوي، اشتريت الاتنين ب 200 والتلاتة ب 400. ده ايام الرخص، ده ما كنت جبت وخزنتي. ده البطوز الواحد دلوقتي يعدي 400 500 جنيه اللي تتكلمي فيهم دول. يا بنت انا ضميري وحش والله ما سالك، انا من جوايا وحاسس ان انت نيتي خير. وضحي انت قصدك ايه. بس انتوا صحيح بتتفرجوا على مسلسلات ايه؟ اللي موجود بيسد برزدون بتاع، ما احنا ما بندقش. عاملين ايه اصلا في رمضان؟ احنا كويسين. طب انت عامله ايه في الصيام؟ شكلك بتخرفي. انا بالنسبه لي احلى حاجه في الصيام كوبايه السنكافيه اللي بشربها بعد الفجر. بعد الفجر؟ لا ده انت شكلك من النوع اللي بتسحروا بدري قوي، اللي بتسحروا يناموا دول على طول. هو مسنون الاعجاب بيفطر؟ لا هو لو مسنون كويس ما بيفطرش يعني يا فندم. هو اللي بيفطر انت تشربيه بعد الفجر ده، لان يعني تقريبا اللي احنا بعد الفجر من المصايمين. هو ده اللي انا فاكره كويس مجمعه يعني قبل ما اشوف الفيديو ده، ودماغي تخش في بعض كده. مساء الخير. مساء الفل يا فندم. مساء الفل. انا ليه يفرق معايا شكلك ولا يفرق معايا عمرك؟ طب دي حاجه كويسه جدا والله. امال ايه اللي يفرق معاكي؟ يفرق معايا عقلك، انا بتعامل مع عقل. لا لو من الناحيه دي اطمني، معاكي كريم اديسون اللي مخترع اللمبه ذات نفسها. هنتجوز امتى؟ النهارده بقى هقول لك على 3 جمل تفتح بيهم موضوع مع بنت في الشات. يلا بينا نبتدي باول حاجه، وهي انك اوعى ابدا ابدا تخش على بنت في الشات وتقول لها يا عم انت المفروض تخش تقول لها انتوا طابخين ايه النهارده؟ ما امك عامله اكل ايه؟ بس اكتر من كده ما تتكلمش. هتقول لها هاي بقى ومش هاي؟ لا تعالى بقى وتعلم بحبك. يا ده انت فاكر نفسك محور الكون؟ فيها بنت بقول لك بحبك، وبعدين مفكر نفسي محور الكون. ده انا على المحور بتاعك ده اول نازله وهسيبك يابا، احنا بنتعالج، احنا ناقصين اعرف. الظاهر انت مزاجك مش رايق، يعني شكلك مزاجك مش رايق، فهسيبك دلوقتي واجي لك في وقت تاني تكوني فيها دي. انا اسف يا ابني، حقك عليا انا، انت قلت لي قول هاي. يا جماعه اللي عايز الطرحه ديت يكتب لي في الكومنتات. انا عايزها اشنق بيها نفسي واخلص. شباب بينا على اللايف. يا عم لايف ايه؟ ما مالها المدام؟ مين اللي عامل فيها كده؟ يا جماعه احنا مفرومين، تعالوا تشوفوا مين اللي بيفرمنا بقى. مالك يا مدام؟ اهدي بس، مين اللي فرمكم؟ وانتوا مالكم عاملين كده في نفسكم ليه؟ الناس تخش لنا بقى، بالله عليكم نسكر كل اللي معايا ملفها. يجي على اللايف يا شباب، ما يسكروا الملف يا شباب. الله، وده ايه ده؟ شحاته معلبه. ايه؟ شحاته معلبه. قلت لي لو انت نار انا ناري احمى منك، ولو انت اسوأ انا اقسى من بلدك. انا مش عارف ده ايه الكائن ده، بس انتوا كتبتوا لي في الكومنتات ان ده راجل حقيقي الكلام ده. معاكم الشيخة خديجة المغربية. حضرتك الشيخة خديجة المغربية؟ انا عايز اعمل عمل. نخرب البيوت؟ لا 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 لا. طفش الحبيب؟ لا ما هو طفشان لوحده، مش محتاج عمل ده. نخلع النقاب. نقاب؟ يا فندم انا راجل قدامك، هو انت ما بتعمليش حاجة حلال ابدا؟ انا ناويت خلاص اقلع النقاب. اهم حاجة بس تكون النية صافية، وانت بتاخدي النية زي دي يعني، روحي اتكلي على الله يا شيخة خديجة، ربنا يحرقك. يا جماعة انتوا متأكدين ان احنا في شهر رمضان؟ والله انا ابتديت اشك، انت عارفة؟ لولا اللي امي بتعمل الفطار ساعة الأذان كان زمان شكيت وقلت ان احنا مش في رمضان. انا لما بغيب مش بغيب كده. الله، مالك؟ مالك حضرتك صوتك عامل كده ليه؟ ومالك مشوه شكلك كده؟ انت عليك طر. انا بغيب عشان اتكتك وافنن. يا عيني يا عيني، بتفنن فيها يا فندم؟ افنن ازاي؟ تسول زي الناس. يا عيني، ما هو تسول فن مش عنا برضه. انا حبيتك، ما عارف ليه؟ مش انت متصالح مع نفسك جاي في العدل، مش تقول لي خش اللايف وبتاع، لا صريح. ما عشان كده انا ابعت لك سنيت كنافه من اللي امي عاملاها لي، ما تغلاش عليك. ما عارف ليه ما تغلاش عليك؟ عشان امي عاملاها وحش قوي. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم. والله انا مش عارف انتوا قاعدين بتعملوا ايه يعني، من اول رمضان وانتوا قاعدين القعده السودا دي انا مش عارف انتوا بتعملوا ايه. بس الله اكرم، كل سنه وانتم طيبين. الحقوني الحقوني الحقوني. الله، مالك يا صفاء؟ في ايه بقى؟ الافندي اللي انا اتخطبت له مستخسر يجيب لي شبكه ب 70,000 جنيه. خليه ينفعك. وبعدين انت صفاء عايزه شبكه ب 70,000 جنيه؟ انا كنت خاطبك بطبقين بلاستيك. العره يرضيكوا كده يا ناس؟ مالناش دعوه، مالناش دعوه، اللهم لا شماته. يا ميلة بختي انا كده ماليش حظ في الرجاله. خش يا صفاء، رب العيال رب العيال، بدل ما اخدهم منك كمان. الصراحه تتخطبي وعايزه شبكه ب 70,000 جنيه، الام ده عياله اللي خلعها. امشي، خليه ينفعك. انا جاي اوصل رساله. هتوصل رساله لمين؟ لكل العالم. وصل يا سيدي، وصل يا حبيبي، العالم كله بيسمعك دلوقتي. بعدين انت مش محتاج تستاذن، انت تخش توصل على طول. سوف ترون الحرب العالميه الثالثه. سوف نراها من مين يا سيدي؟ من ياسين. لا على خيره الله، على خيرة الله، عشان كده شايف السلاح في ايدك. سوف صواريخي تدمر كل الاراضي الفاسده. قلت يا رب، قلت محدش يخاف، ده تلاقيه بيتكلم على الصواريخ والبوم بتاع العيد ده، ده مبرشم، ده في عالم تاني. سوف تشاهدون قوه على استعداد تدمر كوكب الارض. كوكب الارض؟ لا ده صنف عالي. ما انت ضارب منين يا سيدي؟ ما عندي بذره. هو بذره. انا على ما اقول شهيد. قالك انا على ما اقول شهيد. هو بذره. احذر. ماشي يا سيدي،
هنحضر. حاضر. انا مش عارف انا بجيبك ليه والله، مش عارف ايه سر حبي ليك. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. بس حد يشوف لي السلالع، راح جاب السحور ولا لسه بيعمل مكياج؟ وهسه هزه ايه يا سلالع؟ ما كل ده بتعمل مكياج، امال هتتسحر امتى؟ راح اخلي الكنتور. كنتور؟ خلي يا سلالع، خلي اللي انت عايز تعمله اعمله. الكنتور حتى وجهي يطلع شويه، خلي اخلي كنتور اكثر. كسر يا سلالع، كسر براحتك وخد راحتك، لو ان انت مش محتاج كنتور ولا حاجه. سلالع بسم الله ما شاء الله زي القمر يعني. انا هروح انام، تصبح على خير.